فلهذا أن السنة الماجية إن شاء الله نخليو هذا الجودة اللي كاينة في المؤسسة متميزة على المحمد متميزة بالمحمدية ونمشيو باش نبينوها على الساحة الإقليمية والجهوية والوطنية. وشكرا ونرحب بكم بهذه المناسبة باش تفضلوا باش نحاولوا نشاركوا واحد وجبة طعام بيناتنا ونحاولوا ننهيوا الموسم الدراسي الحالي بسعادة وسرور. شكرا. Aujourd'hui, donc là, c'était l'occasion pour célébrer les résultats de la troisième année ainsi que de CE6. Malgré les circonstances, malgré les conditions sanitaires qu'a connues notre royaume, on a pu travailler malgré donc là, tout cela et on a pu apprendre aux apprenants les acquis nécessaires tout au long de cette année scolaire. Alhamdoulilah, comme on dit en arabe, les résultats étaient satisfaisant. Notre établissement a pu connaître un succès au niveau donc là de la ville. Madame Mahahina, prof de physique chimie au sein du collège Galilée. Madame Bernard, vous faites mal à jouer à cette déraciation. وهي بصراحة في الأول السنة الدراسية ما بدتش شوية سهلة بحكم لي بروبليم اللي كانوا طاريين بالكوفيد اي تو وكان عندنا مشكل ديال لا شارج اوغير لا ماتيير ما كانتش كتاخذ على لا شارج اوغير اللي كتكون خاصها مي اوغوزمون غراس او زيفور ديال ليكيب بيداغوجيك ديالنا بدينا نتغلبوا على هذا الشيء هذا وكملنا الموسم الدراسي الحمد لله بسلام. Seriously speaking, we've got a lot of sanitary problems for COVID-19, but at the end we've got really good results for the students. The best result was Mr. Ouahi. He's got 19, I think 0.8. It was the best result in Mohammedia. We're really very proud of this result and of course Galilee School is the best school I think in Mohammedia or all over the world because the teachers plus the staff of direction they always have done the same efforts each year. هو في الحقيقة هو تكريم للأطفال تكريم لتلاميذ وتلميذات مجموعة مدارس فيفالدي بمجموع مؤسساتها غاليلي غاليلي إكسيلونس فيفالدي لاسيستا فيفالدي شمس ومن هذا المنبر كنحيي جميع التلاميذ صغارا وكبارا على المجهودات اللي قاموا بها هذا الموسم الدراسي يعني هذه السنة فريدة من نوعها من حيث التدريس ورغم ذلك الوليدات تتغلبوا على الصعاب ديال متابعة الدروس. إذا اليوم كنحضروا حفل تكريم الأساتذة، شنو الشعور ديالك؟ الحمد لله كنحسوا بالفرحة لأن الأستاذ سعيد جميل دائما كيحترم الأساتذة وأستاذ زعما محترم وعرض علينا هذا الحفل هذا اللي حنا كنا فرحانين لأننا مجموعين فرحانين بالنجاح ديال التلاميذ ديالنا. En fin de compte, je tiens à remercier notre fondateur, M. Saïd Jamil, qui est toujours donc là à nos côtés, toujours quand il s'agit donc là du travail, toujours quand il s'agit des tâches professionnelles, sans oublier par la suite les autres collègues, ainsi que le corps administratif.
إذا اليوم كانت واجدة في حفل تكريم الأساتذة، شنو الشعور ديالك؟ شنو هي الكلمة اللي تبغي توجهها للإدارة؟ أنا يا بصراحة جو سوي تخي زوغوز ديجا ديتخ انفيتي باغمي سي بروف، تبارك الله وصل عندي من العيار الثقيل. و جو دي ميرسي ليكيب بيداغوجيك كاملة، ميرسي ليكيب غاليلي، و كو دو بونور إن شاء الله. أفو أوسي ميرسي. وشكرا للجميع، الطاقم، مجموعة مدارس فيفالدي، إدارة وأساتذة وكل من يساهم في إنجاح المستوى الدراسي لتلامذتنا، وشكرا.